هذا سائل يقول: نحن مجموعة من طلاب المنح الذين يدرسون في هذه البلاد المباركة، وسنسافر إلى بلادنا في الإجازة الصيفية بإذن الله. يوجد في بلادنا بعض الشركيات وبعض البدع، ما نصيحتكم لنا في هذه الأمور؟ عالجوها برفق وطمأنينة، وبينوا لهم هذا وانصحوهم، وإن شاء الله سيكون لكم أثر. نعم، ودرسوهم أيضا، درسوهم التوحيد، اعقدوا حلقات أو دورات في بلادكم للتوحيد وعلموهم. نعم.